قبل البدء معكم مشاهدينا في المنشطات لهذه الحلقة، نذكر معكم هذا العاجل الذي ورد التو بأن قوات داخلية الانقلاب قامت بتصفية 6 مواطنين في طريق أسيوط سوهاج بزعم تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن. قامت قوات داخلية الانقلاب باغتيال 6 مواطنين في طريق أسيوط سوهاج بزعم تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن. ونبدأ معكم مشاهدينا المنشطات من صحيفة الأهرام التي كتبت وعنونت في الصفحة الأولى: منظومة متكاملة لتدوير القمامة ومعالجة المخلفات الصلبة، الحكومة تدرس الاستفادة من الخبرات الألمانية وتتلقى عروضا للشراكة. وأيضا نقرأ: 6 آبار غاز تدخل الإنتاج بحلول الربع الأول من عام 2020. نطلع أيضا مشاهدينا في صحيفة الأهرام التالي: التحالف الدولي بدء الانسحاب الأمريكي من سوريا، ومجلس الوزراء استبدال العدادات دون رسوم ولا رفع لدعم الكهرباء يناير الحالي. وأيضا تنفيذ المرحلة الأولى لمجمع خدمات السكك الحديدية بالجيزة. وأيضا نطالع في الأهرام: بومبيو يستهل جولته الخليجية بالبحرين، وواشنطن قمة دولية حول إيران في بولندا الشهر المقبل. أما الأهرام كتبت أيضا: 800 ألف موظف أمريكي بلا رواتب بسبب الإغلاق الحكومي. والأهلي اليوم: الأهلي يلتقي في تكلوب والإسماعيلي يتحدى الغربان. من صحيفة الأهرام ننتقل بكم مشاهدينا إلى صحيفة أخبار اليوم، ونطالع ما كتبته الصحيفة ونبدأ فيها من أعلى الصفحة. أمريكا تشيد بالحرية الدينية في مصر، ووزير الخارجية السيسي يدعم الحريات ويدعو للتسامح ببناء الصروح الدينية. وكاتب أمريكي: السيسي يستحق الثناء على محاربة الإرهاب، وعلى العالم الإنصات له بعد إنقاذه مصر من الفوضى. كتبت أيضا الأخبار: السيسي يدعو الرئيس الألماني لزيارة مصر. وأيضا الأذان الموحد نهاية يناير الجاري. ونطالع في منتصف الصفحة: بدء ربط الكهربائي بين مصر والسودان، وترحيل داعشيين إلى ألمانيا ادعى الإخوان اختفاؤهما. ونقرأ أيضا في الأخبار: بدء الانسحاب الأمريكي من سوريا. من صحيفة الأخبار إلى صحيفة المصري اليوم، ونطالع ما كتبته الصحيفة ونبدأ فيها من أعلى الصفحة: الأهلي يرصد المكافآت لتخطي عقبة فيتا كلوب، وجروس الزمالك فريق بطولات ولا يحتاج صفقات جديدة. كتبت أيضا المصري اليوم: التحالف الدولي يبدأ رحلة الانسحاب من سوريا، ومدبولي ندرس التجربة الألمانية في تدوير المخلفات. ونطالع أيضا: مظاهرات السودان تدخل الأسبوع الرابع، والشرطة تفرقها بالغاز. أما جامعة الأزهر تحقق في وفاة طالب اللغات وتسمم 4 بأسيوط. والأزهري في أول جمعة بمسجد الفتاح العليم: آن الأوان لإطلاق خطاب ديني جديد. من المصري اليوم إلى صحيفة الشروق، ونطالع ما كتبته صحيفة الشروق ونبدأ فيها من أعلى الصفحة، أو بالتحديد من أعلى يسار الصفحة: الحكومة تنفي 7 شائعات أبرزها رفع الدعم عن الكهرباء في يناير، والتعليم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية للصف الأول الثانوي، وتفاصيل قرار الحكومة نزع ملكية أراضي مثلث ماس بيرو. أما في منتصف الصفحة نطالع مشاهدينا: زيادة عدد القرى الفقيرة المستفيدة من حياة كريمة إلى 250 قرية. أيضا كتبت الشروق: مدبولي يسلم الرئيس الألماني دعوة من السيسي لزيارة مصر، وإسرائيل تشطب العراق من قائمة الدول الأعداء. كتبت أيضا الشروق مشاهدين: الجيش الأمريكي يبدأ سحب معداته من سوريا،
وسي ان ان استهداف بومبيو لأوباما في خطابه بالقاهرة مثير للدهشة، وترامب يلغي مشاركته في دافوس بسبب الإغلاق الحكومي. ونختم مع الشروق في أسفل يمين الصفحة، الأرصاد انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا. من الشروق إلى صحيفة الوطن ونطالع ما كتبته هذه الصحيفة، ونبدأ فيها من أعلى الصفحة. قانون المستشفيات الجامعية الجديد يواصل تفجير الخلافات بين المؤيدين والمعارضين قبل صدور لائحته التنفيذية. وكتبت أيضا صحيفة الوطن وفي منتصف الصفحة، زيارات إسرائيل السرية تشعل البرلمان العراقي، وتل أبيب تشطب العراق من الدول الأعداء. وكتبت أيضا صحيفة الوطن، رئيس الوزراء ندرس نقل تجربة برلين في تدوير القمامة. واتفاقية تعاون عسكري متقدم بين الولايات المتحدة ومصر، والتحقيق في 6 شكاوى ضد قناة الحدث بسبب رئيس الزمالك. ونقرأ مشاهدين في أسفل يسار الصفحة، القرى الأكثر فقرا، الحاج سلام أفقر قرى قنا، ولا وحدة صحية ولا مياه شرب، وقنديل 9297 نسمة يعيشون على العمل الموسمي في 250 فدان مملوكة للأغراب. من صحيفة الوطن ننتقل بكم مشاهدين إلى صحيفة اليوم السابع ونطالع ما كتبته الصحيفة. وفي أعلى الصفحة، 2019 7 مشروعات ب 645 مليون جنيه حصاد وزارة التضامن في 2018. وأيضا بحسب ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لا خصخصة للمحميات الطبيعية. كتبت أيضا اليوم السابع واشنطن تؤدي تحية الاحترام للقاهرة، هكذا قالت. ونقرأ أيضا في هذه الصحيفة، الصحة تعلن تصنيع 70 صنفا جديدا من أدوية الأورام وحسم معركة الآذان الموحد بعد 10 سنوات من الجدل. إذا تابعنا معكم مشاهدين أبرز ما جاء في الصفحات الأولى للصحف المصرية، فسوف نلاحظ معكم التالي. كان هناك تركيز من قبل الصحافة المصرية حول الانتقادات التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في كلمته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان هناك حفاوة من قبل هذه الصحف بالانتقادات التي وجهت من بومبيو إلى باراك أوباما فيما يتعلق بالتحديد بسياساته تجاه الشرق الأوسط. ولكن الصحف المصرية لم تذكر حديث سامح شكري في المؤتمر الصحفي، والذي وصفه البعض بأنه وصل إلى حد التذلل إلى بومبيو بضرورة عودة كافة المساعدات الأمريكية إلى مصر، ولا تقل هذه المساعدات ولا تنقص أي شيء. ومن المعلوم أن أمريكا في بعض الأوقات تقوم بالضغط على مصر بملف حقوق الإنسان بحجب بعض المساعدات. أيضا مشاهدينا، ركزت الصحف المصرية ومغازلة عبد الفتاح السيسي للرئيس الألماني ودعوته لزيارة مصر، ومدبولي الذي يسلم الرئيس الألماني دعوة رسمية بزيارة مصر، والحديث أيضا بأن مصر تدرس دراسة تجربة ألمانيا في المخلفات التي تحدث من المواطنين في مصر. وأيضا مشاهدينا، يبدو أن الصحافة المصرية أرادت بهذا الأمر أن تخطب ود ألمانيا بعد أن قامت مصر لما يقرب من 10 أيام بحجز مواطنين ألمانيين يحملان أيضا الجنسية المصرية، اتهمتهم بأنهم يريدون الانضمام إلى تنظيمات جهادية مسلحة. فبعد أن قام هؤلاء بهذان الشخصان بالتنازل عن الجنسية المصرية، سمحت لهم مصر بالخروج منها وفي طريقهم إلى ألمانيا. أيضا مشاهدينا، تحدثت الصحف عن
زيارات إسرائيل السرية إلى العراق يبدو أنها أثارت الجدل داخل مجلس النواب العراقي، ولكن بعد هذه الزيارة تم شطب العراق من دول الأعداء تجاه العراق، وأصبحت الآن العراق من الدول الصديقة لإسرائيل، ويبدو أن مسلسل التطبيع مع إسرائيل يتصارع تزامنا أيضا مع مسلسل التطبيع وإعادة العلاقات مع بشار الأسد. أما إذا تابعنا معكم مشاهدين أبرز ما غاب عن الصحافة المصرية فسوف نلاحظ معكم التالي: هناك دعوات من قبل عدد كبير من رموز المعارضة المصرية سواء في الخارج أو حتى في الداخل تتعلق بضرورة توحد المعارضة وعدم تعديل الدستور بما يسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة، هذا البقاء الذي تروج له الصحف المصرية كثيرا وتقول بأنه لابد أن يتم التجديد لعبد الفتاح السيسي حتى يكمل ما تقول الصحف بأنها مشروعات تفيد المواطن المصري. أيضا مشاهدينا، هناك 4 حالات انتحار في مصر خلال 10 أيام الأولى فقط من هذا الشهر نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، لم تلقى هذه الحالات أي صدى على الصفحات الأولى للصحف المصرية. أيضا مشاهدينا، حديث عن مسيرات العودة التي لا زالت تستمر في الأراضي الفلسطينية وبالتحديد في داخل قطاع غزة، وارتقاء شهداء من قبل نتيجة لإطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص عليهم، لم نلحظ أي وجود لهذه المسيرات على الصفحات الأولى للصحف المصرية. أيضا مشاهدينا، مايك بومبيو كان لديه انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر، ويبدو بأن النظام المصري وعبد الفتاح السيسي رد على هذه الانتقادات بخلاف الحديث عن الحريات الدينية وتشييد أكبر كاتدرائية وكنيسة في الشرق الأوسط من أجل خطب ود الولايات المتحدة بالتحديد وحديث بومبيو حول ذلك. إلا أن مشاهدينا، انتقادات بومبيو يبدو بأن عبد الفتاح السيسي والداخلية ردت عليها بالاغتيالات التي حدثت قبل قليل في صعيد مصر. وبعد مشاهدينا أن تابعنا معكم أبرز ما جاء أيضا وما غاب في الصحافة المصرية، ننتقل بكم الآن إلى جولة الصحافة.